الصفحة 44، رقم الدرس 23، مقارنة كتل. المقارنة أكبر أصغر تساوي، والكتل الأوزان. نعطيك وزنين وتقول لي من هو الأكبر، ولهذا سأسألك عن أوزان. مثلا رتب هذه المجسمات من الأخف إلى الأثقل، هذا تسمى مقارنة. قارنت بين وزن الهرم ووزن المكعب. ما هو الهدف من الدرس؟ مقارنة كتل بشكل مباشر أو غير مباشر. نبدأ بالحساب الذهني، البحث عن متمم 100، عن متمم عدد إلى 100. ما هو الهدف من هذا الحساب الذهني؟ لأنني سأحتاجه هنا في أنجز ماذا أفعل لأتمم إلى 1000. إذن سأتعلم في الحساب الذهني المتمم إلى 100، وأحتاج في هذه الصفحة إلى المتمم إلى 1000. سيكون عندي متمم إلى 1000، سنرى ذلك من خلال الفيديو. الحساب الذهني البحث عن متمم عدد إلى 1000. نفضل الأعداد الموجودة في الصفحة. للبحث عن متمم 100 هناك عدة طرق. نتخيل التنقل على الشريط العددي، طريقة أيمن صفحة 19. هذه طريقة أيمن، هذا اسمه التنقل على الشريط العددي. من هو متمم 25؟ 25 زائد 5 30، زائد 70 100. ماذا أضفت من 25 لأصل إلى 100؟ أضفت 75. 75 هو متمم العدد 25 إلى 100. نستعمل أصابع اليد ذهنيا. مثال، من هو متمم 40 إلى 100؟ هو 60. أجدها بالتنقل على الشريط العددي، 40 زائد 60 900. أو أستعمل أصابع اليد، لأن أصابع اليد فيها 10 20 30 40. ماذا أضيف؟ 10 20 30 40 50 60، أضيف 60، وهذا كله ذهنيا طبعا. نستعمل تفكيكات مشهورة. مثلا تفكيكات مشهورة، مثلا من هو متمم 10 إلى 100؟ 100 هي 10 زائد 90، 90 هو متمم 10 إلى 100. ليس شرط أن نرسم، وليس شرط أن نستعمل أصابع اليد. هذا تفكيك مشهور، 1 زائد 9 تساوي 10، 10 زائد 90 تساوي 100، 100 زائد 900 تساوي 1000. هذه تسمى تفكيكات مشهورة. الخلاصة، الحساب الذهني المتمم عن عدد إلى 100 هدفه المتمم إلى 1000 كي أنجز به تمارين أنجز. نفضل الأعداد الموجودة في الصفحة. للبحث عن متمم 100 هناك عدة طرق. نتخيل التنقل على الشريط العددي، طريقة أيمن صفحة 19. نستعمل أصابع اليد، نستعمل تفكيكات مشهورة. أراد أمين وإيمان معرفة وزن الفواكه التي أحضرتها الأم من السوق. اشترت التفاح، والعقرب عقرب الميزان يشير إلى 250. اشترت البرتقال، وعندما وضعها في الميزان أشارت إلى 350، والموز أشار إلى 400 مثل عقارب الساعة.
لاحظ الصورة ثم اكتب على كراسك وزن كل فاكهة. الموز يزن 400 جرام 400 جرام. البرتقال يزن 350 جرام. التفاح يزن 250 جرام. ما هو وزن كل الفواكه؟ هو المجموع 400 و 350 و 250. الخمسين والخمسين 100، والثلاثمائة 400، والمئتين 600، والأربعمائة. إذن 4 4 3 4 7 9 1000. إذن وزن كل الفواكه هو 1000. ما هو وزن كل الفواكه؟ هو المجموع 4 و3 7، والاثنين 9، والخمسين والخمسين 100، 1000. إذن وزن كل الفواكه هو 1000 غرام، و1000 غرام هو موضوع الحصة تاعنا. 1000 غرام هو الموضوع، سيساوي 1000، هذا منتظر. باستعمال الأرقام 1 2 3، رتب على كراسك الفواكه الثلاثة من الأثقل إلى الأخف، 400 و250 و350. من هو أثقلهم؟ الموز، ثم البرتقال، ثم التفاح. 1 2 3. أنجز. لاحظ الميزان ثم اكتب على كراسك الوزن المطلوب في كل حالة. 150 أضيف لها ماذا حتى أحصل على 1000؟ 850 جرام هو وزن الشوكولاتة. 100 أضيف لها ماذا حتى أحصل على 500؟ 400. 400 جرام هو وزن الحلوى. 100 و500 600، وهي وزن الفستق. ما هو وزن سلة الكرز؟ 500 و200 و150. 500 700 850. 850 هي 840 زائد 10، والكرز زائد 10 هو 850. إذن الكرز هو 840. جرام هو وزن سلة الكرز. اكتب على كراسك 100 و200 300 جرام هو وزن الهرم. 100 و200 200 جرام هي وزن المكعب. 100 ماذا أضيف لها حتى تصبح 500؟ أضيف لها 400، وهي وزن الكرة. رتب هذه المجسمات من الأخف إلى الأثقل. المكعب أخف من الكرة التي هي أخف من الهرم. المكعب 200، 200 أصغر من 400، و400 أصغر المكعب أخف من الهرم الذي هو أخف من الكرة، لأن 200 أقل من 300 أقل من 400. ماذا تعلمنا؟ لمقارنة كتل نستعمل الميزان ووحدات الغرام والكيلوغرام. 1 كيلوغرام يساوي 1000 غرام. كنت أسرع للوصول إلى هذا الجزء، هذا الجزء الذي يهمني اليوم، تاريخ الرياضيات. تاريخ الرياضيات، هناك جولة في الرياضيات. الألف فراك عندها الصيغة الحالية وعندها الصيغة الورقية قديما. ألف فراك ميل فرون ألجيريا بالفرنسية، ألف فرانك جزائري بالعربية، باليونانية يقولون كيلو، كيلو فراك جزائري. بالمناسبة طاليس وفيثاغورس وأرخميدس هم أشخاص من اليونان. كيلو فرانك جزائري هذا وش معناه؟ معناها كيلو هي 1000، والألف رياضيا والألف حرفيا، معناتها 1000 فرانك هي كيلو. عربيا أقول كيلو جرام هي 1000 غرام، وأقول كيلو جرام إيقال ميل جرام. كما أكتب رياضيا كيلو جرام يساوي 1000 غرام، ولا 1 كيلو يساوي 1000 غرام كما جاء في الصفحة 44.